إذن جولة جديدة سابعة من محادثات الاتفاق النووي الإيراني بدأت في فيينا وسط شكوك كبيرة بإمكانية نجاحها في ظل العداء المتبادل بين واشنطن وطهران. إلى فيينا تتجه الأنظار، أنظار القوى العالمية، حيث تستأنف مفاوضات إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 في أولى جلسات الجولة السابعة من المحادثات. رحلة دبلوماسية جديدة للاتفاق وصفت بالحاسمة، يرافقها إصرار إيراني على رفع العقوبات الأمريكية كخطوة أولى، مرفقا هذا الأمر الأخير بدعوة من بكين لبناء أرضية خصبة بتفاؤل، مع ضرورة رفع جميع العقوبات كأولوية لوقف سياسة الضغوط الأمريكية القصوى، مع أهمية تقديم ضمانات حتى لا تكرر واشنطن انسحابها. واشنطن الغائبة عن الطاولة والحاضرة بقوة، تتهم إيران بالتصعيد أمام استمرارها بالتخصيب النووي كخطوة تتعارض مع هدف العودة عبر الدبلوماسية في العودة المشتركة للاتفاق. في السياق الدولي تواصل الأطراف والأقطاب الدولية إدارة المفاوضات لتجدد الأمم المتحدة حث الأطراف على ممارسة ضبط النفس والعودة إلى الحوار، فيما أبدى الاتحاد الأوروبي تفاؤلاً كبيراً إزاء العملية، فيما تتضادان فرنسا وإسرائيل، فعلى إيران المشاركة في المحادثات بشكل بناء عكس الأخيرة التي تطالب العالم بعدم الاستسلام للابتزاز النووي مقابل احتمال إلغاء العقوبات وتدفق الأموال. سيناريوهات متعددة لمشهد فيينا، فشل المفاوضات وإما انسحاب إيران من تلقاء نفسها من البرنامج وتوقفها عن تطوير أجزاء منه، أما الثالث تليين جبهة واشنطن أمام التصلب الإيراني لحل الأزمة، أما الثابت هو مخرجات مفاوضات منتظرة منذ 5 أشهر سبقها خلط للأوراق وضغوط متبادلة بأساليب متعددة ومناورات في كل اتجاه، فيما يبقى النووي الملف الذي تتوارثه الحكومات، والثابت الوحيد فيه هو المفاوضات التي تدوم لسنوات. مسار المفاوضات النووية ومآلاتها محور نناقشه مع ضيفنا من فيينا الدكتور عامر البياتي الصحفي المختص في الملفات النووية. أهلا وسهلا بك دكتور عامر. إذن ماذا يمكن أن ينتج عن هذه الجولة، جولة سابعة الآن، ضمن إصرار إيران طهران بالتحديد على الالتزام برفع العقوبات عنها بشكل رسمي دون انتهاكها من جديد؟ نعم، أهلا بكم وجميع المشاهدين الكرام. جاءت إيران إلى المفاوضات في فيينا وتريد رفع العقوبات. العقوبات هي أمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وليس لها علاقة بالأطراف في المفاوضات. شيء آخر، يريدون رفع كافة العقوبات على إيران والحفاظ على المستوى الملف النووي الإيراني الذي هو مثار انتقاد من قبل وكالة دول الطاقة الذرية ومن قبل الولايات المتحدة وأطراف كثيرة. يعني لا أدري كيف يحضرون مفاوضات وليس يريدون يعني نزع فتيل الملف النووي الإيراني. يعني هذا تحدي صارخ ودائما يعرقلون، إذا لديهم ما يخفيه لإنتاج أو يعملون على برنامج تسليحي لأغراض عسكرية. هذا كل ما أريد أقوله، ولا يعني مشاركة فيينا تبقى على ماذا تمثل إذن هذه المشاركة سيد عامر، إذا كانت كما تشير إن فهمتك بشكل صحيح بأنه لا نية حقيقية موجودة للمفاوضات، وإنما هنا فقط تمسك بالقرارات وبالرأي الأساسي وما تريده طهران؟ نعم، كما تفضلت، يعني هم قاموا بإيقاف العمل بالكاميرات للمفتشين التابعين لوكالة الدول الطاقة الذرية، ووقفت العمل بالبروتوكول الإضافي الذي صادق عليه ما يسمى بالبرلمان الإيراني، وكثير من الأمور انتقدت، والمدير العام لوكالة الدول الطاقة الذرية رافائيل غروسي ذهب إلى إيران عدة مرات وفي الفترة الأخيرة، وراد يعني منهم عدم عرقلة عمل المفتشين وعمل الوكالة. إذن إيران هي تخرق كل شيء. صحيح أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب يعني خرج من الاتفاق، لكن لن يقوم بخرق أي مواد أو من الاتفاق. إيران قامت بخرق اتفاق مسموح لها التخصيب ب 3.67%، قامت بتخصيب 20%، والآن وصل التخصيب إلى 60%. وأنا أريد أن أضيف، إذا تصل إلى 90% أو أكثر تستطيع يعني أن تستفاد من أرسال القنبلة النووية. إذا إيران دائما تعرقل وتريد يعني تشتري الوقت أو تريد يعني عرقلة المفاوضات منذ عقود من الزمن، وإيران الحقيقة لا تعمل بشكل منذ مجيء الرئيس إبراهيم رئيسي الاقتصاد منذ السابق منهار ونهار أكثر، والبازار أثر يعتمد على البضائع الصينية مقابل مبادرتها بالنفط. يعني هذا الاقتصاد متضعضع في إيران، الشعب يعاني. أنا أعرف عندي كثير من الأصدقاء هنا في بين لهم أهل وأخوان وأخوات في إيران يعانون كثيرا من الأوضاع التي الشديدة في إيران. ضمن هذه الدبلوماسية التي لربما تستعرضها الآن إيران في هذا المؤتمر والمشاركة في هذه الجولة، إلى ذلك تحدثت برسائل، هذه الرسائل قد تفيد بأنها قد تلجأ إلى خيارات أخرى إذا لم يتم الاتفاق فيما يتعلق بإلغاء هذه العقوبات، فماذا يمكن أن تكون هذه الخيارات التي قد تلجأ إليها إيران؟ إيران مخطئة لأنها تريد رفع العقوبات، والعقوبات الأمريكية ليس علاقة بالمفاوضات هنا، وتريد الإبقاء على كامل أجهزتها التي فيها خروق كثيرة، تحافظ على البرنامج النووي الذي يشك أنها تعمل على برنامج تسليح لأغراض عسكرية وصنع النووي. وأنا أقول ليست تريد ليس صنع قنبلة بل قنابل نووية، وتريد تفاجئ العالم. هذا ما تريده إيران. أما تأتي بأربعين شخص في وفد، أنا منذ 60 عاماً عمل صحفي في أوروبا، لا الوفود أو المفاوضات داخل الأمم المتحدة أو خارجها، شخص يترأس المجموعة واثنين ثلاثة روحي أربعة منه، لكنهم جايبين 40 شخص قاعدين يأكلون في فندق ويشربون وينامون وانتظروا رفع العقوبات. يعني هذا مستحيل. يعني هذه الأفكار يعني لا تناسب جو المفاوضات، ويريدون العودة قريبا إلى طهران لأخذ معلومات أو أخذ موافقات. إذا لماذا أن تحضرين أخي إلى فيينا إذا تريد موافقات؟ إذا لم تنجح هذه المفاوضات دكتور، ولم ينتج هناك شيء مثل سابقتها في هذه الجولة بالتحديد، فكيف قد يكون رد الفعل من قبل الولايات المتحدة برأيك، خاصة مع إشارتها مرارا وتكرارا إلى عدم التعاون مع الوكالة الذرية للطاقة؟ إلى حد الآن موقف الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن ضعيف، لن يوجه لحدنا لا جو بايدن ولا أمريكا ولا الدول الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، رسالة قوية لإيران بحيث أنها يجب أن تقف عن التجاوزات فيما يتعلق بالملف النووي، وتعود إلى يعني التعاون مع المجتمع الدولي، ولا تستطيع أن تفرض أي هي فرض يعني تريد رفع العقوبات وإبقاء البرنامج. يعني هذا لا يعقل حتى الإنسان التاجي والطبيب، يعني ما ممكن، لأنه البرنامج النووي صار مثل الجدل، والاستخبارات الإسرائيلية تقول يمكن لجو بايدن أن يقدم تنازلات لإيران. نعم. يعني وإسرائيل أرسلت الآن وفد إلى واشنطن لأن إسرائيل ليست خائفة أو لديها قلق، بل جميع الدول العربية المطلعة على الخليج وعلى رأسها السعودية أيضا من الدول العربية هناك. إذن يعني صعبة جدا أنه الاستمرار على هذا النهج، ويتعارض منذ عقود من الزمن. إذن متى تريد أن تصل إلى نتائج؟ نعم. أنتم تعلمون وكل مشاهد يعلم أنها دائما تعارض باستمرار، ولا يخرجون من نتائج.
شكرا جزيلا لك الدكتور عامر البياتي الصحفي المختص في الملفات النووية. تهديدات إسرائيلية بريطانية لمواجهة إيران تترافق مع بدء المحادثات النووية بين طهران والغرب. هذا المحور هو موضوع نقاشنا مع ضيفنا من القاهرة السيد إبراهيم مطر المتخصص بالشؤون الإيرانية. سيد إبراهيم أهلا وسهلا بك. إذن إصرار من جانب إيران فيما يتعلق بإزالة وانتهاء العقوبات من قبل الولايات المتحدة، مقابل كل ذلك هناك تحذيرات إسرائيلية بريطانية، فبرأيك إلى أين قد يتجه هذا المشهد ما بعد المفاوضات؟ أولا أهلا بك أستاذتي العزيزة وبالسادة المشاهدين. التواجد الإيراني الآن وتهديد الجانب الإسرائيلي له من جانب آخر بخصوص الملف النووي وتخوفهم من امتلاكهم الأسلحة النووية، هذا الجانب يتطرق لعدة نقاط. نتحدث عن أن إسرائيل عندما تهاجم إيران، لأن الرئيس الأمريكي جون بايدن يقف بقوة باتجاه إيران ومساندتها سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا لكي تمتلك القنبلة النووية. إيران لديها الآن 225 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وأيضا 25 كيلو جرام مخصب بنسبة 60%. إيران لديها بعض السنوات القليلة لامتلاك قنبلة نووية، وهو ما تعلمه إسرائيل. فإسرائيل سابقا قد دمرت المفاعل النووي في العراق عام 1981 وفي سوريا عام 2007، وهي أيضا تدرك أن أي ضربة عسكرية لإيران في الوقت الحالي سيقلب موازين المنطقة بأكملها وستدخل في حرب هي ليس على استعداد لها في هذا الوقت، لأن الإدارة الأمريكية ليست معها بكامل قوتها. وإذا ترأينا لما يقل، ولكن الإدارة الأمريكية أيضا بذاتها لن تسمح، وقالت مرارا وتكرارا سواء في هذه الإدارة الحالية أو السابقة فيما يتعلق بإيران وحصولها على قنبلة نووية. سأرد عليك سيدتي. أولا إذا تحدثنا عن وقوف الإدارة الأمريكية، ما تقول تجاه إيران هو كلام دبلوماسي لتحسين الصورة السياسية للدولة الأمريكية، ولكن ما يحدث بالفعل هو تدعيم الدولة الإيرانية. وما تفعله أمريكا تجاه إسرائيل في الوقت الحالي هو تهذيب أظافر إسرائيل. ففي عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب قد فعل لإسرائيل ما لم يفعله أي رئيس في 4 سنوات، ما يفعله كل رؤساء أمريكا فعل أكثر منه دونالد ترامب في 4 سنوات، مما جعلها أن تكون كالذئب المسعور تجاه مطالبها وطموحاتها. وهو ما جعل الرئيس الحالي جون بايدن أن يقف ضد إرادة إسرائيل وأن يهذب ظوافرها ويقلمها ويقف بجانب إيران لامتلاك القوى النووية لكي يفعل ما يسمى بتوازن القوى في المنطقة الإقليمية. وأيضا هذا الأمر تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية لتقويض الجانب الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. نعم سيد إبراهيم، نعم اسمح لي بالعودة إلى محور الولايات المتحدة. إذا كنا نتحدث عن أنها تدعم طهران اليوم، ولكنها تصر إلى العودة إلى الاتفاق وتسعى مع الدول الكبرى للعودة لهذا الاتفاق، اتفاق 2015، والمبني على إزالة العقوبات مقيدة بتقييد النشاطات النووية، فكيف إذن بإمكانها أن تسمح لها بالاستمرار بذلك؟ أولا أستاذتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تريد في الوقت الحالي إيقاف النشاط النووي بشكل تام لإيران لفعلت مثل ما فعل دونالد ترامب. أما الإدارة الحالية هي أسلوبها أسلوب ناعم ودبلوماسي بحت، وما تفعله هو تدريجيا رفع عقوبات جزئية، وذلك كان مقرر في الاجتماع الذي قرر في النمسا 29 هذا الشهر، وكان بقيادة الوطن الأمريكية، وكان هناك إعتراض من ألمانيا على هذا الاتفاق
لأنهم يعلمون نوايا إيران بأنها ستمتلك خلال الأيام القادمة القنبلة النووية وهي في طريقها إليها. أما ما يحدث، أمريكا إذا أرادت أن توقف البرنامج النووي الإيراني ستقود إيران اقتصاديا حتى الإفلاس، وهذا ما كان يفعله دونالد ترامب، أما الإدارة الحالية لا تفعل ذلك أبدا. نعم، لنتحدث عن السيناريو البديل من قبل طهران، من جانب طهران. الآن كانت هناك أيضا رسائل متعلقة من الجانب الإيراني تتحدث عن أن العقوبات لا حديث فيها، ليست مسألة تشاور أو تفاوض أو تنازل بأي شكل من الأشكال، وتحدثت عن خيارات أخرى. فما هي الخيارات المطروحة أمامها والتي قد تفكر فيها؟ الخيارات المطروحة في الوقت الحالي هو من جانب الإدارة الخليجية أو الإدارة الإسرائيلية هي الانصياع للإدارة الأمريكية، ولكن ما يحدث هناك محاولات لاستمالة قرار الإدارة الأمريكية، وهو ما لم ينجح حتى الآن. أما إسرائيل لا تستطيع ضرب إيران في الوقت الحالي ولا مستقبلا دون الاستئذان من الإدارة الأمريكية. وعندي تعلمين جيدا سيدتي العزيزة إن إسرائيل لا تتحرك إلا بموافقة الولايات الأمريكية. أما بالنسبة لإيران فإنها متجنبة كل ذلك للإفراج عن أموالها لاستكمال البرنامج النووي الإيراني وإنتاج القنبلة النووية. فالاتفاق النووي برجوعه سيكون هناك قريبا قنبلة نووية لإيران على الواقع. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم مطر، المتخصص في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من القاهرة.